هنصح عمرو حروف فندم مدير المشروع، وهعرض على سيادتك فكرة عمل المركز. المركز يا فندم تم تنفيذه في نص المدة من خلال 5 محاور رئيسية تم تنفيذهم بالتزامن. المركز يا فندم المحور الأولاني كان المحور الإنشائي اللي احنا راعينا فيه البعد في تصميم وبعد الحضارة المصرية والبعد التكنولوجي اللي نظر لطبيعة العمل اللي موجودة في المكان. المحور الثاني كان المحور الفني اللي احنا ابتدينا تجهيز البنية الفنية للمركز من خوادم ووسائط تخزين وأجهزة شبكات بحيث يبقى قادر على تنفيذ فكرة العمل اللي هي فكرتها تجميع البيانات من مصادرها المختلفة زي مراكز البيانات المختلفة، بعض الصناعات المختلفة زي بيانات الحركة للصادرات والوردات اللي جاية من المواني، بيانات المنظومة الصحية، بيانات التشغيل لمنظومة النقل، بيانات الطاقة في الكهرباء والبترول، وبيانات التعافي من الكوارث الموجودة في مراكز السيطرة على مستوياتها المختلفة. المركز فندم بيقوم بتجميع البيانات من خلال شبكات الألياف الضوئية أو من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس اللي بتوفرها الشبكة الوطنية. بعد ما يتم التجميع فندم في المركز، بيقوم المركز باستخدام منصات الذكاء الصناعي ومنصة البيانات تحليل البيانات الهائلة بمعالجة البيانات ووضعها في صورة تصلح للاستخدام، سواء كانت على صورة مؤشرات بتحسن دورة العمل داخل المؤسسات الحكومية أو في صورة توصيات لمتخذ القرار. المحور الثالث فندم اللي احنا اشتغلنا فيه برضو على التوازي هو بناء القدرات البشرية علشان يتكونوا قادرين على إدارة العمل داخل المركز، وبالذات ان دي تكنولوجيا حديثة لسه داخل مصر وداخل شمال أفريقيا. دربناهم على 3 مراحل، مرحلة تدريب نظري وعملي ثم تعايش في بيئة تشغيلية مشابهة للبيئة اللي احنا موجودين فيها. المحور الرابع وباستغلال الكوادر البشرية اللي تم تدريبها والقدرات الهائلة للمركز، تعاوننا مع أكتر من جهة علشان نطلع بمخرجات تحقق الأهداف بتاعة هذه الجهات في استخدام القدرات الهائلة اللي موجودة في المركز. ونجحنا فعليا في الجينوم ده سيادتك، أثناء التفقد سيادتك هتشوفه، وبعض الخدمات الأخرى برضو موجودة. المحور الخامس والأخير هو اللي أنا عشان خاطر أقدم الخدمات لكن لازم في تنظيم للعلاقة بيني وبين الجهات المستفيدة، وبناء عليه احنا عملنا مقترح لسياسات تنفيذية وسياسات الاستخدام بتاعة الحوسبة السحابية اللي هي موجودة أمام سيادتك اللي هي دي فندم. فدي فيها الشرح التفصيلي لكل السياسات الاستخدام والتنفيذ للحوسبة السحابية. يعني تحت أمر سيادتك وسيادتك تتفقد الخدمات الموجودة فندم. مهندس عبد المنعم راشد، مركز الحوسبة السحابية البي 1. هعرض على سيادتك يا فندم ايه هو مركز الحوسبة السحابية البي 1 وبيتكون من ايه وايه الخدمات اللي بيقدمها. المركز هو اول سحابة وطنية مصرية بتجمع بين مراكز البيانات التابعة للوزارات لتحقيق اقصى استفادة من البيانات، وده هيساعدنا على سرعة التحول الرقمي باحدث التقنيات. المركز متقسم ل3 قطاعات هما السي والجي والبي لتقديم الخدمات الاكثر خصوصية والخدمات الحكومية وخدمات للمواطنين. المركز بيقدم خدمات بنية اساسية مختلفة من حوسبة وتخزين وشبكات وقواعد للبيانات ومخازن للبيانات الضخمة، بالإضافة للخدمات الأكثر تطوراً زي خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات تحليل البيانات الضخمة، وهنعرض على سيادتك أمثلة عملية لبعض التطبيقات خلال المعرض. المركز وفر لنا مميزات جديدة فندم ما كانتش موجودة قبل كده. أول وأهم ميزة أن المركز قادر يستضيف بيانات وتطبيقات الهيئات والوزارات، ده هيخلينا نقدر نعالج ونحلل البيانات دي بخصوصية وإدارة مصرية بدلاً من اللجوء لسحابة خارج مصر. بالإضافة فندم قدرت أعمل تبادل البيانات بين الوزارات بشكل أكبر، بقى عندي وحدات تخزين ضخمة، قدرت أستفيد من خدمات الذكاء الاصطناعي وبنستخدم أحدث آليات التأمين السيبراني. طبقا لتوجيهات سيادتك يا فندم تم الانتقال من مراكز البيانات النمطية لتكنولوجيا الحوسبة السحابية، فكان بيواجهنا بعض الصعوبات والمشاكل في مراكز البيانات النمطية. مركز الحوسبة السحابية حلها. أول حاجة فندم إن المستخدم قدر يتحكم في الموارد بتاعته زي وحدات التخزين ووحدات المعالجة والخوادم عن بعد، ويزودها ويقللها بطريقة آلية وبسهولة على حسب استخدامه. قدرت أعمل مشاركة لمنصات الذكاء الاصطناعي والموارد على جميع المستويات، بقيت بقى أقل عدد من المعدات والخوادم أحقق منها أقصى استفادة واستغلها الاستغلال الأمثل، وده بالتالي قلل التكلفة. بقى عندي أنواع حوسبة متنوعة
اللي بتعتمد على احدث تكنولوجيا المعالجات زي الجي بي يو والام بي يو. الجي بي يو هو معالج قوي بنستخدمه في العمليات اللي محتاجه قدره عاليه في المعالجه زي التطبيقات الهندسيه، واحنا استخدمناه بالفعل في مشروع تحليل البيانات الوراثيه. والام بي يو هو معالج قوي بنستخدمه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. عشان اقدر يا فندم احقق كل اللي انا عرضته على سيادتك من خدمات وتطبيقات بيقدمها المركز، كان لازم اعتمد على بنيه تحتيه قويه تضمن للمستخدم جوده واستمرار الخدمات اللي احنا بنقدمها. عشان كده تم الاعتماد على شبكه الياف ضوئيه بسعه 400 جيجا بت بتربط مركز الحوسبه السحابيه بمراكز البيانات المختلفه للوزارات والهيئات، شبكه عاليه الاستقرار وبتقدم خدمه بلا انقطاع وبتعتمد على نظام تشغيل وصيانه ذكي. ايوه يا فندم. مهندس ياسر محمد شلبي فندم مركز الحوسبه السحابيه، قدرنا فندم من خلال خدمات الحوسبه السحابيه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ان احنا نصمم منصات لتبادل ومشاركه البيانات الضخمه بين الوزارات والجهات الحكوميه، وكان الهدف منها فندم هو دعم التحول الرقمي وتحسين البنيه التحتيه الرقميه فندم وحوكمه البيانات وبالتالي تعظيم قيمتها فندم وتعزيز القدره منها فندم لمساعده المسؤولين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجيه. على سبيل المثال فندم تم تصميم منصات لتبادل وتحليل البيانات لبعض الجهات الحكوميه كانت بغرض فندم تجميع المنظومات والبيانات والاحصائيات على منصه واحده وبالتالي التغلب على المشكلات اللي كانت موجوده فندم وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين. دلوقتي فندم من خلال خدمات الحوسبه السحابيه نقدر نمكن الجهات والهيئات من مشاركه بياناتها مع الجهات المعنيه سواء داخل الوزاره الواحده فندم او مع الوزارات المختلفه للوقوف على المؤشرات السلبيه فندم وتحديد المشاكل وايجاد الحلول المناسبه بشكل علمي ودقيق وفي اسرع وقت ممكن. وكمان فندم عن طريق تعميم وتطبيق النموذج ده من المنصات مع كل الجهات الحكوميه والوزارات نقدر نساعدهم في حوكمه بياناتهم يا فندم ودعمهم في الاداره والتشغيل والمتابعه وتقييم العاملين يا فندم، وبالتالي ينعكس على المواطن في تحسين الخدمات المقدمه ايا كان نوع الخدمه فندم. كمان يا فندم نقدر نربط مراكز البيانات في كل الجهات الحكوميه والوزارات بمركز الحوسبه السحابيه، وبالتالي في حاله حدوث عطل مفاجئ او مشكله جسيمه فندم في مركز بيانات وزاره معينه لاي سبب من الاسباب بنضمن يا فندم استمرار تقديم الخدمات بشكل طبيعي جدا وبدون تأثر، وكمان نقدر نمكن البيانات يا فندم مراكز البيانات في الوزارات من استعادة بياناتها مرة أخرى، وبكده يا فندم نقدر نوفر التكلفة المالية اللازمة أو نرشدها لبناء مراكز بيانات احتياطية لكل وزارة على حد. أخيرا فندم عشان يتم تبادل ومشاركة البيانات الضخمة بين الوزارات والجهات الحكومية كان لابد من وضع إطار عام وسياسة واضحة ومحددة لتنظيم وترتيب وإدارة البيانات واتباع المعايير الدولية فندم لتأمين البيانات بشكل كامل وتصنيفها حسب درجة السرية والخصوصية فندم، وده اللي قدرنا نعمله فندم في المركز بالفعل. شكرا فندم. تحت أمرك. مهندس عبد محمد مركز الحوسبه السحابيه، استخدمنا فندم البنيه الاساسيه للمركز وامكانيات شبكات المختلفه لبناء وتنفيذ المنصه الرقميه لانتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كان هدفنا فندم ان احنا نعمل توطين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وده تم من خلال التعاون المشترك بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الاجنبيه، وتم بناء المنصه مرورا بثلاث مستويات. المستوى الاول ان احنا فندم استخدمنا منصه تطوير الذكاء الاصطناعي بالادوات المختلفه اللي موجوده فيها ومعالجات مخصصه للذكاء الاصطناعي لبرمجة وتنفيذ بعض الخدمات المصرية زي التعرف على اللهجة المصرية، وده نموذج يا فندم دربناه على اللهجات لمحافظات مصر المختلفة نستخدمه في مراكز الاتصال وفي التطبيقات الأخرى. تحليل الفيديو يا فندم بالذكاء الاصطناعي، ونفذنا نموذج للإدراك الجغرافي وتصميم ثلاثية الأبعاد، وحاليا يا فندم بننفذ نموذج لإدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي بديل لتطبيقات شات جي بي تي اللي ظهرت الفترة الأخيرة وحصل فيها طفرة، بندربه من خلال المعلومات المصرية مصادر المعلومات المصرية، وبيتم معالجة اللغة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة لتنفيذ النموذج. الهدف يا فندم من النموذج تجنب التحيز والتوجيه الفكري الأجنبي لبعض المعلومات المغلوطة بالنسبة للمواطن المصري حفاظا على الهوية المصرية، ونقدر يا فندم نستخدمه في بعض الصناعات للجهات المصرية المختلفة. الخدمات يا فندم اللي احنا نفذناها بنقدر نستفيد منها في مجموعة من المنظومات زي التشغيل والإدارة الذكية للمركز، وده فندم تغلبا على مشاكل المراكز النمطية في عملية متابعة الأعطال والتغلب عليها وعرض المؤشرات الخاصة بدرجات الحرارة داخل المركز، وبالتالي يا فندم نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي للاستخدام الأمثل لأنظمة التبريد منعا للكوارث. كمان يا فندم استفدنا من خدمة الإدراك الجغرافي وتصاميم ثلاثية الأبعاد في منظومة إدارة وتشغيل المدن الذكية، وده فندم نموذج طبقناه على حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المنظومة فندم بتدعم متخذ القرار في متابعة التطورات والتحديثات المختلفة داخل المدن، وكمان يا فندم بتقدر تتابع المخالفات زي البناء الغير قانوني والتأثير على الرقعة الزراعية، ونقدر يا فندم نستفيد من المنظومة ونطبقها على المدن الأكثر احتياجا للنوع ده من المخالفات. كمان يا فندم طبقنا المنظومة على مدينة سانت كاترين، وفي النموذج يا فندم بيوضح التغيرات اللي تمت من سنة 2018 لسنة 2023 باللون الأزرق الإنشاءات القديمة وباللون الأحمر التحديثات اللي تمت على مدار الوقت. كمان يا فندم استفدنا من خدمة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في المنظومة الذكية للمراقبة تغلبا على مشاكل المنظومات النمطية زي يا فندم الأخطاء اللي بتسبب فيها العامل البشري في تحديد المخالفات والحوادث داخل المدن، والتكلفة العالية يا فندم لتحديث أنظمة الذكاء الاصطناعي للكاميرات النمطية، فتم التغلب من خلال ربط الكاميرات النمطية اللي موجودة عند الجهات المختلفة بمنصة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي بالمركز. كمان يا فندم بنقدر نستفيد من المنظومة في البحث عن المخالفات اللي موجودة في الفيديوهات اللي تم تسجيلها، وده يا فندم نموذج للمخالفات وجود تجمعات كمامة في الشوارع في المدن. وأخيرا يا فندم استفدنا من منصة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في تحسين معدلات الأداء بمطار القاهرة الدولي من خلال دمج المنصة مع خدمات الجيل الخامس، وده فندم بس مباشر من مطار القاهرة باعتباره لمتابعة الأعمال باعتباره أول موقع يجمع ما بين خدمات الجيل الخامس والحوسبة السحابية وتحليل البيانات. أي أمر يا فندم؟ شكرك فندم. طبعا يعني اذا كان في ثوره صناعيه رابعه وخامسه على مستوى الصناعه، لكن التطوير الكبير على مستوى الخدمات الصحيه اللي احنا بنسميه الثوره الصناعيه او الخدمات الصحيه من الجيل الرابع، هو بيعتمد بشكل كبير جدا على قاعده البيانات وعلى المعلومات للمريض. كل مستشفى بيبقى فيها ما بين 50 ل 70 تطبيق عشان يقدر يدور عمليه المرضى الداخليين او في الرعايه الحرجه او في الصيدليات او في الاشعه او في التحاليل. كل دي تطبيقات داخل المستشفى الواحده حتى يمكن ان تدار بشكل علمي وبشكل فيه رشاده وفيه ايضا حوكمه. لكن احنا لو عايزين ندير المنظومه الصحيه بشكل عام على بشكل مركزي، يبقى لابد ان يكون هناك مكان لاستيعاب قاعده بيانات ضخمه جدا لكل مريض نقدر ان احنا نحمل عليها، وده مش يحصل إلا من خلال مركز البيانات والحوسبة السحابية اللي سيادتك بتفتتحه النهاردة. ده إحنا أكتر مستفيدين بهذا المركز، لأن إحنا نقدر من خلاله بنحمل قاعدة بيانات كبيرة، لكن مش مجرد البيانات إنها تتحمل على هذه المراكز، ولكن أيضا الأهم وهو تحليل البيانات. تحليل البيانات من خلال قصية الذكاء الاصطناعي، هنا نقدر نعرف في كل مستشفى في كل دور المريض اللي موجود، واستخدام طبعا إنترنت الأشياء نقدر إحنا نتابع المريض من خلال أسورة بيلبسها، نقدر نعرف هو رحلة المريض داخل المستشفى فين، ايضا نقدر نعرف قيمه الانتظار في داخل العمليات الجراحيه، التردد على اقسام الطوارئ، العمليات الجراحيه المختلفه، اقسام المناظير. نستطيع من خلال بعدها ان احنا نقدر نطمئن على حجم الاشغال داخل المستشفيات. موضوع تاني ان احنا نقدر نعمل خريطة صحية لمصر، يعني هذا قاعدة البيانات الكبيرة وهو التكنولوجيا الحديثة في علوم الصحة في العصر 30 سنة الجايين، هيبقى في مستشفيات افتراضية، ليس بالضرورة ان المريض يتردد على المستشفى، ولكن البيانات المريض موجودة، نستطيع من خلال انترنت الاشياء ومن خلال قاعدة الذكاء الاصطناعي ان احنا نتواصل مع المريض اللي بنسميه التشخيص عن بعد والتطبيب عن بعد، وايضا نقدر ان احنا نحلل هذه البيانات لصالح المريض. فإدارة حتى الاشعات واستخدام الذكاء الاصطناعي ان انا احول الاشعه ثنائيه الابعاد الى ثلاثيه الابعاد، واقدر من خلال الذكاء الاصطناعي اوصل لتشخيص ادق كتير جدا مما يتم من خلال العام البشر. فاذا يعني كم التطبيقات وكم الاستفاده من تحليل البيانات الضخمه اللي ممكن تتحمل على مركز البيانات والحوسبه السحابيه، هو هينقل الخدمات الصحيه في مصر نقله تانية ويبقى في مركزيه. طبعا ده بالاضافه الى الاسعاف والرعايات العاجله والحرجه اللي نقدر من خلالها وربطها بالشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه ان احنا نؤمن وجود سرير رعايه وحضانه في اسرع وقت في اقرب مستشفى. منظومه التامين الصحي كلها فندم ذكيه، قدرنا نطبق اللي احنا بنقوله ده على اول مستشفى هي مستشفى العاصمه الاداريه الجديده.